مباراة الزمالك والإسماعيلي مباراة كانت قوية جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. هدف الزمالك الثاني على الإسماعيلي في الثواني الأخيرة بواسطة عمر السعيد، ومن ركلة جزاء زيزو يسجل هدف الزمالك الأول أمام الإسماعيلي. سجل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك الإسماعيلي في المباراة المقامة بينهم. أحرز زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الأبيض بعد لمسة يد على مدافع الإسماعيلي، والهدف الثاني أحرزه عمر السعيد في الثواني الأخيرة من المباراة. ألف مبروك للزمالك، ألف مليون مبروك. أعزائي المتابعين، كان هذا نهاية خبرنا لليوم، أشكركم على حسن المتابعة.